كده خلصنا السطر بتاعنا والبرو واضح معانا، وممكن تبقى يبقى كده، وممكن كمان يبقى الياء بتاعته تبقى بالشكل ده. في خطوة أخرانية أنا هعملها معاكم دلوقتي. احنا وصلنا لآخر السطر بالشكل ده، تمام. عملنا المنزلقة بتاعتنا وبدأنا نطلع في العمود الأولاني واحد، ونيجي هنا بس معلش في نفس المكان هنا بنعمل غرزة حشو، بقى بنطلع واحد اتنين تلاتة، وبنيجي في العمود بنعمل غرزة حشو ونعمل تلاتة، وبنيجي في العمود وبنعمل غرزة حشو، تمام. واحد اتنين تلاتة في العمود بنعمل غرزة حشو بالشكل ده، تلاتة غرزة حشو فوق كل عمود بنعمل التلات سلاسل وغرزة حشو. بنبتدي نشتغل كل السطر بتاعنا بالشكل ده، وهرجع لكم تاني.